وَإِذَا الْعُرُوسُ غُشِرَ وَإِذَا الْبِهَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ أَيُّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخناس على جوار الخناس والليل إذا أسعش والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما شاهدكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بدوني وما هو بقول شيطان رجيم أين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم.